السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأعزائي المتابعين في كل مكان، أهلا بيكم في فيديو جديد، ويا رب يكون الكل بخير إن شاء الله. لو أنت حابب تدعم نفسك عشان تخلص الشرط الثالث، أو تدعم أي صديق من خلال السوبر شات أو الانتساب بالفيزا بتاعتك، ولو ما معكش فيزا وبتستخدم فيزا فودافون كاش وبتلاقي مشكلة اللي هي ظهرت الأيام دي مع ناس كتير، حكاية إثبات الملكية ومش عارفين يستخدموه، برضو هتعرف في الفيديو ده إزاي تعرف تستخدم فودافون كاش أو فيزا فودافون كاش بعد المشكلة البسيطة دي وحلها برضو. بعد إذنك كده بنبص للسادة المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب. قول لهم إيه؟ يعملوا سبسكرايب. أعملوا لك استرايك للبتاع. وقول لهم يفعلوا زر الجرس. طيب نفترض هو ده الحساب اللي انا هبتدي استخدم من خلاله كارت الفيزا بتاعي، سواء كارت فيزا البنك او كارت فيزا فودافون كاش الافتراضية، عشان ادعم نفسي او ادعم حد عن طريق السوبر شات او الانتساب، يعني هستخدمه في الشركة اونلاين. اول حاجة هعملها ايه؟ لو انا هشتغل من التليفون زي الكمبيوتر مش هيفرق، هفتح الحساب اللي انا هبتدي اشتغل او استخدم الفيزا من خلاله من على جوجل بعد ما احوله عرض باصدار سطح المكتب، وبضغط على الصورة كده، وبعدين بروح على ادارة حسابك على جوجل. بتتفتح معايا الصفحة ديت، بروح على كلمة الدفعات والاشتراكات اهي اللي قبل كلمة لمحة على طول، بضغط عليها. بعدين بتتفتح معايا الصفحة ديت، بروح على كلمة طرق الدفع وتحتها ادارة طرق الدفع، واضغط عليها. ده الحساب لو لسه بستخدمه لاول مرة وهستخدم من خلاله الفيزا. بعدين بيقول لي اضافة طريق الدفع، بضغط عليها. بتتفتح معايا بقى النافذة ديت اللي هبتدي ادخل فيها بيانات الفيزا بتاعتي، فبجيب كارت الفيزا وابتدي انقل البيانات اللي عليه زي ما هي، 16 رقم والسنة اللي هو تاريخ الصلاحية ورقم الامان اللي هو CVC، وبعدين بدخل اسمي برضو اللي مكتوب على الفيزا، وبدخل عنوان، وبدخل رقم بريد، وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. هبتدي ادخل 16 رقم كده، انا دخلت 16 رقم خلاص. بعد كده هبتدي ادخل الشهر والسنة، بعد كده هدخل الثلاث ارقام بتوع الامان، بعد كده بيطلب اسم حامل البطاقة وسطر عنوان واحد وسطر عنوان اتنين ومدينة ومقاطعة ورمز بريدي. لو انا بستخدم بيانات الفيزا بتاعت الانترنت او فيزا البنك هدخل الاسم اللي موجود على الفيزا زي ما هو. هنا انا هستخدم مثلا بيانات فيزا افتراضية من فودافون كاش، فهاجي في اسم حامل البطاقة، هنا مش شرط بقى اكتب اسم، هكتب اي اسم وخلاص هتتقبل معايا وهتمشي معايا العملية عادي، مفيش اي مشكلة. فهكتب مثلا محمد اهو. بعد كده سطر العنوان الاول هقوم كاتب فيه مصر، سطر العنوان الثاني هكتب كايرو، المدينة هكتب برضو كايرو مفيش اي مشكلة. هاجي في المقاطعة هبتدي اختار، هي برضو هتبقى القاهرة. رمز البريدي اي رمز بريدي موجود في مصر، اي رقم يعني مش هتفرق لان دي فيزا افتراضية. وبعدين اقوم ضاغط على كلمة حفظ، تمت عملية اعداد جوجل باي، هضغط على كلمة تم. هنا بقى بيقول لي يجب اثبات الملكية، دي بقى المشكلة اللي بتظهر مع الناس سواء بتستخدم الفيزا العادية بتاعت البنك او الفيزا الافتراضية بتاعت فودافون كاش. خلاص هو قال لي يجب اثبات الملكية، هضغط على كلمة تحقق. بيقول الاثبات ملكية بطاقتك، استخدم رمزا من جوجل يظهر لك في معاملات بطاقتك. يعني اول ما اضغط على كلمة الحصول على الرمز، جوجل باي هتبعت لي الرقم، الرقم ده هتبعته لي على، لو انا بستخدم فيست البنك هتبعته لي على البنك، لو انا بستخدم فودافون كاش هتبعته لي على فودافون كاش. في الحالة دي انا هعمل ايه؟ لو بستخدم فيست البنك هطلب خدمة العملاء الرقم اللي بقى موجود على الكارت، وهقول له في رقم اتبعت لو سمحت انا عايزه عشان اثبت ملكية الفيزا بتاعتي واقدر استخدمها اونلاين. فودافون كاش هطلب برضو الشركة واقول له انا عايز الست ارقام دول عشان اقدر استخدم الفيزا بتاعتي اونلاين. فانا بعدها هضغط على كلمة الحصول على الرمز. هنا بيقول لي يرجى ادخال الرمز، هنا بقى عايز الرمز اللي المفروض اتبعت لي زي ما بقول، لاما على خدمة العملاء بتاعة البنك لو انا بستخدم فيست البنك، او على خدمة العملاء بتاعة فودافون كاش لو انا بستخدم فيزا افتراضية من فودافون كاش. هعمل ايه دلوقتي؟ هقوم مكلم خدمة العملاء واطلب منه ان انا عايز الرقم التحقق دوت او الست ارقام دول عشان اقدر استخدم الفيزا. Welcome to Vodafone Cash. للغة العربية اضغط 1. For English, press 2. سعر المكالمة 50 قرش للمكالمة. لو ناسي رقمك السري دوس 1، وللقائمة الرئيسية دوس 2.
لمعرفة معلومات عن خدمة فودافون كاش من فضلك ادخل الرقم السري. للتأكيد اضغط 1. سوف يتم تحويلكم لأحد ممثلي خدمة العملاء. صباح الخير فودافون كاش، معكم حضرتك شرف الأهل محمد. بعدك شرف محمد لحضرتك. بخير الحمد لله تسلم. دورك يا حضرتك يا رب. حضرتك على نفس الرقم ورقم آخر؟ لا على نفس الرقم. أنا عملت فيزا افتراضية وبعدين لما جيت استخدمها كان محتاج اثبات ملكية، فجوجل بعتت مفروض رمز التحقق. رمز التحقق يعني؟ اه تمام، تحت امرك. ممكن اعرض معايا؟ ماشي. فيزا شراء اونلاين؟ فيزا شراء اونلاين يا فندم؟ اه تمام يا فندم. حضرتك اخر غياب ارقام من الكارت يا فندم 2928. تمام. كود التحقق يا فندم 37 37 974. تمام شكرا، تم اثبات ال شكرا. السلام عليكم. وزي ما حضراتكم سمعتم بعد ما كلمت الموظف بتاع خدمه العملاء واداني رمز التحقق تم اثبات ملكيه البطاقه بنجاح، والامر كله ما خدش معايا دقيقتين. بضغط على كلمه تم بلاقي اهو الفيزا ظهرت معايا واختفت الكلمه بتاع اثبات الملكيه، واصبحت الفيزا اقدر استخدمها اونلاين عادي في شراء اي حاجه، سواء فيما يخص اليوتيوب ان كان سوبر شات او انتساب او اي حاجة انا عايز اشتريها من على الانترنت. طيب الفيزا الافتراضية اللي انا طلبتها من فودافون كاش انا كنت عملت عنها فيديو قبل كده، بس باختصار بطلب نجمة 9 نجمة 100 شباك بقدر احصل على البيانات بتاعت الفيزا اللي شفتوها في الاول اللي انا دخلتها، وبعد كده لما طلبت خدمة العملاء عشان احصل على رمز التحقق طلبت 7001. وبكده أكون خلصت أهم نقطة في الفيديو، وهي حل مشكلة الفيزا عموما سواء فيزة البنك أو فيزة فودافون كاش. وبرضو فيزة البنك لو إثبات الملكية بطلب خدمة العملة الخاصة بالبنك بتاعي وبتبقى موجودة على كارت الفيزا من تحت كده بطلبه، وبرضو باخد من الموظف الرقم أو الرمز التحقق وبدخله بثبت الملكية بتاعة الكارت. طيب عايزين نشوف بقى الكارت كده شغال فعلا ولا لا، وكمان ازاي اقدر استخدمه سواء في السوبر شات او الانتساب. هروح على القناة ونبتدي مع بعض. هنفترض بقى ان دي قناة او حساب ايا كان عايز يدعم حد بالسوبر شات او بالانتساب من خلال الفيزا اللي اثبت ملكيتها سواء فيزا افتراضية او فيزة البنك. هفتح القناة عندي، هروح على كلمة الانتساب واضغط عليها، وبعدين هتتفتح معايا النافذة دي، ابتدي اختار المستوى اللي انا عايز انتسب فيه في القناة. فانا مثلا هفترض ان انا هختار داعم سوبر ستار اللي هو بمئة جنيه، وبعدين اقوم رايح على كلمة الانتساب وضاغط. هيبتدي بقى هنا يطلب مني بيانات الفيزا، بس خلاص انا الفيزا سجلتها عندي على جوجل بقت محفوظة، كل اللي هيطلبه بس رمز الامان اللي هم التلات ارقام اللي بيبقوا في ظهر الفيزا لو دي ان كانت فيزا بنك، او الفيزا الافتراضية اللي انا طلبتها بيكون معاها الارقام التلاتة اللي هو السي في سي. هدخل التلات ارقام اهو وبعدين اضغط على كلمة شراء، وبعد ما ضغطت على كلمة شراء اهو مرحبا يسرنا انتسابك الى القناة وتمت عملية الانتساب على خير، وقدرت اتغلب على مشكلة اثبات الملكية الخاصة بالفيزا سواء فيزة البنك او الفيزا الافتراضية او الاونلاين اللي انا بستخرجها من شركة الاتصالات. والكلام ده في اي بلد، يعني ممكن هنلاقي في المغرب، هنلاقي في السعودية، هنلاقي في الجزائر، شركات الاتصالات بتوفر فيز افتراضية او فيز اونلاين عشان الناس تقدر تستخدمها للشراء من على الانترنت. برضو بتبقى طريقة اثبات الملكية بنفس الطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو. وخلاص كده الفيديو خلص، بس كالعادة طبعا يعني لو عجبكم الفيديو شير ولايك ورنوا لجرس وصبر كريب. وكالعادة في الختام بصلي على سيد الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.